هل تعتبر نفسك شخصاً سافر كثيراً؟ هل قمت بزيارة العديد من الأماكن الرائعة ونشرت صورك على مواقع التواصل يراها العالم؟ ربما حصل ذلك، ولكن مهما كانت الأماكن التي زرتها رائعة فإنها لن تكون بمثل روعة الأماكن التي ستشاهدها في حلقة اليوم. بداية من الصخور العملاقة التي لا يفهم العلماء كيف يتم تشكيلها، وصولاً إلى الأهرامات المبنية في أعماق البحار. في هذه الحلقة ستتعرفون على أجمل الأماكن وأكثرها غموضاً في هذا العالم. لذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سوياً. أكبر مستنقع في إفريقيا. عثر العلماء في إفريقيا على مستنقع مترامي الأطراف يمتد على مساحة 30,000 كيلومتر مربع في المواسم الجافة، في حين يمكن أن تصل مساحته إلى 130,000 كيلومتر مربع خلال المواسم الممطرة. يقع هذا المستنقع الذي يحصل على جزء كبير من المياه من نهر النيل في جنوب السودان، وبه توجد أفضل المناظر الطبيعية في العالم. هناك تنمو أوراق البردي، الزنبق، وغيرها من النباتات التي نجدها عادة في المستنقعات، كما تعيش الكثير من التماسيح وحيوانات فرس النهر في ذلك المستنقع. عندما تنجرف النباتات وتتراكم في مناطق محددة، تتشكل جزر صغيرة في أرجاء مختلفة من المستنقع. وقد عرف هذا المكان لدى سكان المنطقة قديماً باسم بحر الجبل، وذلك بسبب صعوبة العبور من خلاله. الأمر صعب لدرجة أن الجنود الرومان كانوا عاجزين عن الوصول إلى المناطق العميقة من إفريقيا لعدم قدرتهم على تجاوز المستنقع. اليوم تعيش قبائل النيلين في ذلك المكان، حيث يبنون العديد من المنازل الصغيرة الدائرية بوسائل تقليدية جداً في المناطق الجافة من المستنقع. على الرغم من أن هذه المنطقة تحظى بشهرة كبيرة، إلا أنها ما تزال غامضة بالنسبة للعلماء، وذلك بسبب عدم إجراء الكثير من الدراسات العلمية على النظام البيئي لهذا المستنقع الضخم. المعبد المعلق. يقع هذا المعبد جنوب شرق داتونغ في الصين، وهو أعجوبة هندسية بكل معنى الكلمة. بقي هذا المعبد صامداً لأكثر من 1400 عام، وحسب الخبراء فقد تم بناؤه ما بين عامي 386 و534 للميلاد. يقع المعبد على ارتفاع 75 متراً فوق سطح الأرض، ولذلك لا ننصح من يعانون من رهاب المرتفعات بزيارته. تم تشييد المعبد بواسطة أعمدة خشبية متينة مثبتة بعمق في الصخور، وهو يتكون من 40 غرفة متصلة ببعضها البعض عن طريق الأنفاق. يعتقد الخبراء أن المعبد تم تشييده في هذا المكان بالتحديد لحمايته من الأمطار، الثلوج، العواصف وغيرها من العوامل الطبيعية، كما أن هذا المكان يوفر الهدوء الذي يحتاجه الرهبان لممارسة طقوسهم الدينية في أي وقت كان. أما الأمر الأكثر غرابة فهو أن معبد تشوانكونغ المعلق هو موطن لثلاث ديانات مختلفة، وهي الكونفوشيوسية، البوذية والطاوية. والآن أخبرونا، هل تملكون الشجاعة الكافية للعيش في هكذا مكان؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. القرية المهجورة. قد يبدو هذا المشهد وكأنه من أحد أفلام الرعب، ولكنه ليس كذلك. إنها قرية صينية كانت خلال التسعينات موطناً لأكثر من 2000 صياد رفقة عائلاتهم، ولكنها اليوم مجرد قرية مهجورة تغطيها النباتات. عانت القرية من الخراب الاقتصادي عندما استحوذت شنغهاي على سوق الأسماك، ولذلك غادرها معظم السكان بحثاً عن وظائف جديدة في المدن. بعد ذلك ازدهرت الحياة البيئية في المنطقة وغطت النباتات معظم المباني. ولكن على الرغم من أن القرية أصبحت مهجورة، إلا أن زيارتها ممكنة عبر رحلة شاقة. تبدأ الرحلة التي تصل مدتها لأربع ساعات من شنغهاي عبر الحافلة، ثم العبارة البحرية وصولاً إلى جزيرة شيانغتشان. بعد ذلك يجب السير على الأقدام وصولاً إلى هذه القرية المهجورة. ورغم أن الوصول إليها صعب بعض الشيء، إلا أن الكثير من الأشخاص يزورونها لالتقاط الصور الرائعة هناك. صحيح أن القرية ميتة، ولكن زوارها يحبونها على مواقع التواصل. المكان جميل جداً ويستحق بذل بعض الجهد
من أجل الوصول إليه. أحجار ستونهنج. إذا كنت لم ترى أحجار ستونهنج من قبل، فربما أنت لا تعيش في عالمنا. يقع هذا الموقع الأثري الرائع الذي حير العلماء في بريطانيا، وهو يعود لعصور ما قبل التاريخ. أما إنشاؤه فقد استغرق أكثر من 1500 سنة خلال فترة العصر الحجري. على الرغم من المظهر التقليدي لأحجار ستونهنج، إلا أن هذه الأحجار الضخمة التي يصل عددها إلى أكثر من 100 حجر موضوعاً بشكل عمودي في مخطط دائري، تمثل لغزاً يحير العلماء منذ اكتشافه. تثير الأحجار الكثير من التساؤلات، ومن بينها كيف وصلت إلى هنا في المقام الأول، خاصة أن الدراسات أثبتت أن مصدر الأحجار يعود إلى تلال بريسلي في ويلز، أي على بعد 320 كيلومتر من موقع أحجار ستونهنج الحالي. بما أن عملية نقل الأحجار تمت قبل فترة تتراوح بين 3000 و2000 سنة قبل الميلاد، فإن البشر حينها لم تكن لديهم أي آلات تمكنهم من نقل أحجار بوزن 40 طناً وارتفاع 7 أمتار. أما السؤال الآخر الذي لا يجد العلماء إجابة له، فهو الغرض من هذه الأحجار. تشير إحدى الفرضيات إلى أن الموقع هو موقع دفن قديم، في حين تشير فرضية أخرى إلى أنه مرصد فلكي لمراقبة حركة الشمس والقمر والنجوم، كما يرى آخرون أن هذه الأحجار تمثل تقويماً خاصاً بتحديد الفصول من أجل تنظيم الزراعة. ولكن لغاية اليوم لم يجد العلماء دليلاً مادياً يؤكد لهم الغرض من نصب هذه الأحجار التي يزورها سنوياً أكثر من مليون سائح، وذلك منذ أن صنفتها منظمة اليونسكو كموقع تراث عالمي عام 1986. ماذا عنكم؟ لكل شخص فرضيته الخاصة حول الغرض من هذه الأحجار، شاركونا بفرضياتكم أيضاً من خلال التعليقات. هرم يوناغوني تحت الماء. يمكن القول بأن هذا المكان هو النسخة اليابانية من مدينة أطلانتس الأسطورية. إنه هرم صخري يقع على عمق 25 متراً تحت الماء على سواحل اليابان، ولا أحد يعلم من قام ببنائه أو حتى كيف تم ذلك. ولكن الجيد هو أن المكان مفتوح أمام كل شخص بإمكانه الغوص. كل ما في الأمر هو أن الغواص يجب أن يتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة أسماك القرش التي تعيش في المنطقة. يقول عالم الجيولوجيا البحرية الياباني ماساكي كيمورا أن تلك الأحجار قد تم صقلها وترتيبها في قاع البحر من طرف الإنسان، وهو ما يراه علماء آخرون أمراً غير ممكن، وأن تلك الأحجار تتواجد هناك بفعل قوى الطبيعة. ولكن في ظل هذا الاختلاف بين العلماء، يؤكد العديد من الغواصين الذين سبق لهم زيارة الأحجار المترسبة في قاع البحر منذ حوالي 20 مليون سنة بأن تلك الأحجار مصقولة بدقة، وأن بها العديد من النقوش القديمة التي لا يمكن أن تحدثها العوامل الطبيعية، وذلك ما دفع البعض للقول بأن ما يوجد في قاع البحر هو بقايا من حضارة ياماتاي القديمة التي يقال أنها تركت العديد من الآثار التي غمرتها المياه. تلال الشوكولا. للأسف الشديد هذه التلال ليست مصنوعة من الشوكولاتة الحقيقية. يقع هذا التكوين الجيولوجي في جزيرة بوهول بالفلبين، وهو عبارة عن منطقة تغطيها تلال يصل عددها إلى 1260 تلاً على الأقل، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن عدد التلال قد يصل إلى 1776 تلاً على مساحة 50 كيلومتر مربع. تلك التلال مغطاة بعشب أخضر يتحول لونه إلى البني في موسم الجفاف، ما يجعل التلال وكأنها مغطاة بالشوكولا، وبذلك أصبحت هذه التلال أحد أهم عوامل جذب السياح للمنطقة. صحيح أن التلال ترتبط ببعض الأساطير، ومن بينها أن عملاقين كانا يتقاتلان في المنطقة برمي الحجارة والرمال على بعضهما البعض، مما أدى لتشكل التلال، كما تشير أسطورة أخرى إلى أن أحد العمالقة وقع في حب فتاة، وبعد موتها بكى العملاق كثيراً وتصلبت دموعه لاحقاً لتشكل هذه التلال. ولكن العلماء لديهم تفسير مختلف تماماً، فيرون أن التلال تشكلت بعد عملية تجوية للحجر الجيري على مدار آلاف السنين، كما يرى بعض العلماء أيضاً
أن التلال ربما تشكلت من الرواسب المرجانية التي رماها البحر إلى اليابسة، وعرفت مجموعة من التغيرات الجيولوجية لاحقاً بسبب العوامل الطبيعية. وعلى أي حال، فإن هذه التلال اليوم نصب تذكاري وطني في الفلبين، والبعض يصنفها على أنها أعجوبة الدنيا الثامنة، كما أن المنطقة هي وجهة للعديد من السياح من كل أرجاء العالم للاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية الرائعة في المنطقة. واثقون أيضاً أنكم تشعرون بخيبة أمل لكون تلك التلال ليست مصنوعة حقاً من الشوكولا، ولكن لا بأس، نحن أيضاً مثلكم. الغابات الملتوية. تشتهر هذه الغابة في بولندا بأشجارها الملتوية والمخيفة أيضاً. في العادة تكون أشجار الصنوبر مستقيمة، ولكن هذه الأشجار منحنية من الأسفل بمقدار 90 درجة، كما أن عددها ليس قليلاً، فقد تم إحصاء 400 شجرة مماثلة على الأقل. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه لا أحد يعرف السبب. تشير بعض النظريات إلى أن قوى الجاذبية القوية في الغابة سبب انحناء جذوع الأشجار، في حين أن العلماء يطرحون نظريات أكثر قابلية للتصديق، ومن بينها أن الدبابات تسببت بانحناء جذوع الأشجار خلال الحرب العالمية الثانية، حين كانت الأشجار مجرد شتلات. ورغم استمرارها في النمو لاحقاً، إلا أنها لم تستطع إصلاح الأضرار التي لحقت بجذوعها. أما السكان المحليون للمنطقة فيعتقدون أن أجدادهم قاموا بتشويه جذوع الأشجار منذ عدة سنوات لإجبارها على النمو بهذا الشكل المنحني، وذلك لتسهيل استخدامها لاحقاً لصناعة القوارب. ما رأيكم أنتم؟ إذا كان لديكم رأي آخر شاركونا في التعليقات. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟